السلام عليكم وما أحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات قناة مطبخي من هولندا. كيف ما تعودنا دائما نتقسم مع بعضياتنا وصفات صحية اقتصادية مكونات جد بسيطة إن شاء الله تكون متواجدة في كل بيت. في كأت وصفة اليوم غراتان بالخضر كنعتمد فيه بقطعة على البطاطا واللحم المفروم اللي هي الكفتة ولا البشاميل. بسم الله على بركة الله غادي نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا. اولا كنحتاجو باش نسلقو البطاطا. عندي المغليان ملحتو القدر الكافي ودات فيه البطاطا مقشة حيت انا هذا النوع تاع البطاطا هذا ما كيتحلش اولا ما كيتأبش في السليق نتاعو كيبقى محافظ على الشكل نتاعو. صافي كنغطي الطنجره وكنخليه كيطيب. الكميه نتاع الخضره والكميه نتاع اللحم المفروم اولا نتاع الكفته كتعتمد على عدد افراد الاسره وعلى الكبر ولا الصغر نتاع الصحن اللي غادي نوجدوا فيه هذا الكراتان هذا. دابا غنبداو نوجدوا ان شاء الله في لاصوص. عندي البصله درت واحد البصيله القياس نتاعها متوسط كيف ما كتشوفوا وواحد جوج دراس نتاع الثوم. ثم غادي نقطعوها رقيقه اولا كنبيرسيوها غادي نديرو داكشي اللي غادي يجينا ساهل. الكميه تاع الكفته كيف ما كتشوفوا محطوط جانبا انا دايره هنا واحد 300 حتى 350 غرام. عندنا الجزر عندنا مطيشه وعندنا الفلفله. غنبداو دابا درت واحد المقيله على واحد النار معتدله درت واحد الكميه من الزيت النباتي بامكاننا باش نديرو نخلطوا ما بين الزيت النباتي وزيت الزيتون الى بغينا. صافي درت هذيك البصيله مع دوك جوج دراس نتاع الثوم كيتقلاو مزيان حتى تبدل لها اللون يعني ومشات منها هذيك القوه نتاع البصله. ملحنا دائما باش ما ننساوش الملح وضفنا عليها كنضيفوا عليها هذيك الكفته. صافي كنحاول باش ان هذيك الكفته اولا هذاك اللحم المفروم كنحاول باش نقسمه باش ما يبقاش ضيق ليك ويئات. عندنا الفلفله انا استعملت هنا الفلفله حمراء صدفه حقاش هي اللي عندي في الدار. ما كانتش عندكم فلفله حمراء غادي ديروا اي فلفله كانت عندكم غادي تقضيو بها. غادي نبداو دابا كنتبلو. درنا واحد المعلقه صغيره عامه مزيان نتاع التحميره واحد المعلقه نتاع القصبه يابس الطحون دائما هذا ما كنستغناش انا عليه في التشميله نتاع الكفته. واحد اصل معلقه اولا واحد ربع معلقه نتاع البزار ما كنكثروش البزار. واحد نص معلقه نتاع الكمون واحد شيشه نتاع الشطه اولا نتاع السودانيه بامكاننا باش نعوضوها بالهيسه الا كانت عندنا. صافي كنحركهم على هذيك النار اللي عندي معتدله. صافي كنحركهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم وهذوك التوابل كيشربوا ديك التشميله. كنضيف مطيشه اللي كانت عندي محطوطه جانبا واحد جوج قطع نتاع مطيشه غسلتهم قطعتهم قطع صغيره. صافي وكنخليهم حتى كيطلقوا لاصوص نتاعهم. كنضيفوا من بعد كنضيفوا الجزر اللي حكيناه هذيك الكميه نتاع الجزر كيف ما شفنا قبيله كانت عندنا محطوطه واحد جوج نتاع القطع نتاع الجزر قشناهم حتى هما غسلناهم حكيناهم كنضيفهم كنخلي هاد المكونات كاملين حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكيشربوا هذيك التتبيله هذيك. البطاطا ضروري ما كنعقبوها في المده نتاع الطياب نتاعها كامله باش انها ما كطيبش كثر من القياس نتاعها. صافي وكنصفيها من الماء وكنمعسوها. بعد ما كنمعسوها غادي نتبلوها بواحد التتبيله اللي كتزيد كتكمل لنا المذاق وكتلذذ لنا المذاق نتاع هاد الكراتان هذا. اولا غادي نصاوبوها باش انها من بعد ما كنعسوها كنرجعوها واحد البي اي. درت واحد تقريبا واحد جوج معلقات اولا قياس نتاع 41 غرام نتاع الزبده واحد نص كاس ديال الحليب اللي بطبيعه الحال راني مسخناه واحد شيشه نتاع البزار واحد شيشه خفيفه نتاع الشطه وكنصحح الذوق لانها واخا مسلوقه هذه البطاطا احنا سلقينها في الماء مملح ولكن ضروري ما كنزيدو كنملحوها شي شويه. واحد نص معلقه نتاع الكمون. صافي وكندير واحد الكميه قليله يعني واحد الاخرى نتاع يدي واحد اليد عندي عامره بالفرماج محكوك قصبه ومعدنوس الا كانوا موجودين. كان موجود غير المعدنوس غادي نقضيو به كان موجود القصبه حتى هو غادي نعديو به وغادي نقضيو به. صافي كنعاود كنجمعهم كنعاود كنمعسهم مع بعضياتهم حتى باش كينسجموا لي وكتبل هذيك البطاطا كتبل مزيان يعني واحد ثلاثة ولا أربعة نتاع المعسات. صافي وكنخليها جانبا حتى كيجي الوقت نتاعها. المرحلة الأخيرة في التحضير نتاع هذا الكراتان هذا هو البيشاميل. درت واحد القطعة نتاع الزبدة قياس 40 غرام أولا واحد جوج معلقات نتاع الزبدة كنضيف لهم واحد جوج معالق نتاع الطحين
صافي وكنحركو مزيان مع بعضياتهم حتى كيبدا حتى كيتبدل اللون هذاك نتاع اللون تاع الطحين، يعني حتى كيبدا كتقلى كيتقلاو هذوك جوج معلقات نتاع الطحين في هذيك الزبيده هذيك، يعني كيبدا كيبان لي اللون بانه مشى شي شويه يعني كيبدا كيتبدل اللون، يعني كيمشي شي شويه كيميل للبني. عاد كنضيف الحليب، الحليب بطبيعه الحال عندي بائد محطوط جانبا. نورمال هذه الكميه هذه غادي تجيني فيها 500 ملل حتى 600 ملل نتاع الحليب، يعني باش كتجيني البشاميل شويه مطلوقه، ولكن انا محتاجه البشاميل تكون عاقده وتكون قاصحه حيت ما بغيتش نخويها فوق من الكاطان كامل من الفوق، بغيت نديها يعني غير في بعض المناطق، يعني تبعوا معايا الوصفه باش تفهموا الفكره اللي بغيت نقول لكم. درت واحد 450 ملل هكاك، واحد جوج كيسان عامين مزيان، واحد وشي شويه زايد عليهم نتاع الحليب، يعني ما كطاش الحليب في الحقيقه بزاف. كنبدا دابا كنتبل، غادي ندير واحد شيشه خفيفه نتاع الكوزه، كيف ما كنعرفوا كاملين بان البشاميل بلا كوزه كتجي شي شويه ناقصه. درت شي شويه نتاع الملح باش كنقاد الذوق، واحد شيشه خفيفه نتاع الثوم غبأه، واحد شيشه خفيفه نتاع البزار. صافي كنحركو مزيان حتى كنوصل، يعني البشاميل في الحقيقه ملي نديروها دائما نحركوها، هذه الفكره هذه وهذه النقطه هذه سبق لي قلتها لكم في وصفات واحده اخرى اللي فيها البشاميل باش ما كتلصقناش من التحت، الا لصقات من التحت عاوده كتضيع اللذه نتاعها، وكتقدر يعني الا تحرقات من التحت حتى لصقات وتبدل لها اللون تغير لها اللون فما كتبقاش بشاميل، صافي يعني كتطلع فيها هذيك ريحه الحرق. صافي كنحركوها مزيان دائما ما حدنا كنخدموها وحنا كنحركوها حتى كنوصلوا للقوام اللي بغيناه، انا بغيت القوام ثقيل داكشي علاش خليتها، بغيتها تكون شي شويه ثقيله. هذيك البطاطا اللي شملناها وخليناها جانبا بعد ما بدات شي شويه بدات يعني باش نقدر نحط فيها يدي، صافي كنبدا كنصاوب منها واحد الكرات، وهذوك الكرات كندير لهم واحد القاع في الوسط نتاعهم، في هذاك القاع اللي كنديرو فيه غادي نحط هذيك لاصوص اللي سبق لي صاوبتها، فيها الكفته اولا اللحم المفروم، فيها خيزو، فيها الفلفله، فيها مطيشه، المهم هي هذيك اللي محطوطه جانبا كتشوفوا فيها. صافي كنقد كنستمر في هذه العمليه حتى كندير الكميه تاع البطاطا اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه. من بعد ضروري ما غادي نقد عاود هذاك القاع هذاك الوسطاني باش يعني على حسب يعني على حسب باش يكون التقديم النهائي نتاع الصحن يكون عاود شي شويه متول في الشغل نتاعو. ضروري ما كنزيد كنحفر هذوك الحفرات، يعني كنزيد كنوسعهم اولا كنزيد يعني كنكبر هذيك الحفيره باش فين نقدر ندير هاد لاصوص هذه. صافي كندير يعني هذيك لاصوص كنحاول باش انه كنقسمها بالتساوي على هذيك الكميه تاع البطاطا كامله كتجيب على هذا الشكل هذا. صافي كنستمر في العمليه حتى كندير هذيك الكميه اللي عندي كامله نتاع لاصوص. هي في الحقيقه هاد الوصفه ها ساهله وبسيطه ولكن لذتها لا تقاوم. كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حول الوصفه او لا ما قدرتش نوصل لكم شي فكره بامكانكم باش تكتبوه لي في كومونتير وانا غادي نعاود نشرح الفكره من جديد. صافي كنستمر في العمليه حتى كندير الكميه اللي عندي كلها، كنغطي فوق غير من هذيك الكفته غير فوق هذيك الدقه نتاع الكفته غير هذيك الكوات نتاع الكفته كنغطي فوق منهم بالجبن المبشور. هذه مساله اختياريه حيت من بعد احنا غادي نعاودو نديرو عوده الجبن من بعد غادي نقشوه فوق من الكاطان قبل ما كندخلوه للفران. درت واحد القطاع نتاع مطيشه، مساله نتاع التزيين نتاع الكاطان كتبقى اختياريه، غادي ديروا داكشي بالذوق نتاعكم وداكشي اللي موجود عندكم في الدار. انا عزيز عليا الكاطان ما يجيش غير هكاك لونو ابيض ملط، داكشي علاش عزيز عليا دائما في المونتاج نتاعو في الاخير ندير فيه خضر ندير فيه حويجات اللي يعطوني فيه اللون. صافي كنستمر حتى كندير الكميه تاع مطيشه اللي عندي كامله كيف سبق لي قلت لكم هذه مساله اختياريه. صافي وكنبدا كندير البشاميل، داكشي علاش انا درت البشاميل ثقيله باش ما ندير نخويهاش فوق منه كامل ويجيني صافي يجي كامل مغطي بالبشاميل. عندي في القناه تبارك الله ما شاء الله وصفات كثيره تاع الكاطان، ولكن هذا الكاطان هذا بغيتو يجي بهذا الشكل هذا، يعني حتى ملي قطعناه وكليناه كل حاجه كتجي يعني كل حاجه كتكون محافظه على المذاق نتاعها، ما كيجيش كلشي مخلط اولا وحده حاجه فوق من حاجه اولا حاجه
يعني مضيئة فوق من يعني المذاق نتاع حاجة طاغية على حاجة. البطاطا كتبقى في اللدان تاعها، هذوك لاصوص نتاع الكفتة بقات في اللدان تاعها، البشاميل كنلقاوها في الجانبين يعني حتى هي شادة اللدان تاعها مطيشة كذلك. كنشفق منهم بهذيك الكمية تاع الجبن اللي بقات لي، الجبن المبشور، وكندخلو لواحد الفران سخون على 180 حتى 190 درجة واحد المدة تاع تقريبا 21 حتى 25 دقيقة، حتى كيبان بلي ان الكاطا يعني تكاطينا وهذاك الفرماج كيذوب فوق منه. مسألة التزيين كتبقى اختيارية، انا شيت فوق منه شي شوية تاع المعدنوس. الى عجبتكم الوصفة ديروا لايك، ديروا ابوني الى باقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.